خلونا نتخيل لو مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قرروا انهم يتخلوا عن ميسي وكريستيانو رونالدو، والمفاجأة كانت انه اللاعبين قرروا ينهوا مسيرتهم في الدوري الأردني. خلينا نشوف لو اصبح هدول اللاعبين متاحين في سوق الانتقالات الأردني اي نادي راح يختاروا لهم. الاثنين اختارهم لواحد الفيصل وواحد للوحدات. ليش؟ كبار الأندية هذو، أكبر أندية يعني. مين بتشوف فيهم بالفيصل ومين بتشوف فيهم بالوحدات؟ أنا أشوف بالفيصل رونالدو وبالميسي بالوحدات ميسي. عشو اعتمدت؟ رونالدو. لا شيء. بختار لكريستيانو الفيصلي ولميسي شباب البقعة. إشمعنى؟ إنه كريستيانو لسه باطي وبيلعب على مستوى عالي، وميسي شايف جاب 4 جوال الموسم. أنا أختار لرونالدو الفيصلي واختار لميسي نادي الرمثا. ليه؟ لانه الفيصلي مظلوم، لو جاء رونالدو راح يخلي النادي الفيصلي لعب نار، راح يصير النادي الفيصلي شيء نار. بديتك حبيب قلب حبيبي. كمستوى الدوري الاردني هو مستوى ضعيف، بس انا عشان انتمائي وحداتي فبتمنى يجي على الوحدات. رونالدو راح احطه مع الوحدات اكيد طبعا، ميسي بحطه لحق طبات. والله يا اخوك الصراحه اسوي لهم عندنا نادي بالغور ولعبهم الاثنين ان شاء الله باذن الله. اوف ليه؟ ما خلص النوادي عندنا مو بزياده صارت والله، واسوي لهم نادي واحطهم الاثنين مع بعض باذن الله. يصير نادي الغور ياخذ كل البطولات باذن الله طبعا. الله عليك احسنت يا ابني والله. مبدئيا بلعب رونالدو في الوحدات، هذا مبدئيا. ميسي بلعبوش من مره لاني ما بحبوش ابدا. كريستيانو رونالدو مع مشيت بني حسن، وميسي مع الفيصلي. بختار رونالدو للوحدات وميسي للفيصلي. ليه؟ بما انه الوحدات والفيصلي اقوى فرقتين في الدوري الاردني، فبناسب انه افضل لاعبين في الدوري الاردني يلعبوا ايش في الفرقتين هذول، فبختار انا رونالدو لمدريد. لا عفوا، بختار انا رونالدو للوحدات لانه انا وحداتي وبحب رونالدو، وميسي للفيصلي حتى يكون في تنافس بين اكبر ناديين في الاردن وافضل ناديين في الاردن. كريستيانو للفيصلي وميسي للرمثا. ليه؟ كريستيانو يعني تهديفي حلو لشغل الاهداف، فاكيد راح يخدم الفيصلي. طبعا انا مشجع فيصلاوي مشان هيك اقول لك، فميسي للرمثا انه الرمثا طريقه لعبهم يعني زي ما تقول فنيات، فاهم كيف؟ مش شغل اهداف، شغل فنيات واستعراض. كرونالدو انا كهداف ما شاء الله عليه، انا لاعب كثير بحبه، بلعبه في الفيصلي وميسي بلعبه في نادي الرمثا، وبرجع بشتري ميسي وبلعبه مع الفيصلي. ما شاء الله به جدا. الفيصل وحدات اكيد. مين بتلعبه بالفيصلي مين بتلعبه بالوحدات؟ ميسي كون افضل لاعب العالم لعبه بالفيصلي. وكريستيانو وحدات. ميسي بيلبق للوحدات ورونالدو بيزبط مع الفيصل. ليه؟ لأن الوحدات هيك بيلعب بساط وميسي بيزبط معهم، الفيصلي ممكن في العرضيات رونالدو فيه. نقول رونالدو على الفيصلي وميسي على الرمثة. معنى؟ عشان دمج على المباريات. والله أحط ميسي مع الوحدات وأحط رونالدو مع الفيصلي، قل لي ليش؟ ليش؟ لأني أحب رونالدو اللي هو مدري نفسه شو هو كريستيانو رونالدو اللي راح ايطاليا. لا معلش بس والله ما عرفته اي واحد هذا. لا تعرفه، لا تحك عينك تعرفه. فيس وجهه يعني ايش مريحك؟ ابدا مثفر ابدا. الله يعطيك العافيه حبيبي.